السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائنا الصغار أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم عمو شعبندر. أنا عمو شعبندر سأتحدث معكم عن شيء مهم جدا لنمو أجسامكم وعقولكم ولتقوية مناعتكم لكي لا تمرضوا كثيرا وتكونوا أصحاء وأقوياء، ألا وهي التغذية السليمة، أي أننا سنتحدث عن الأكل الذي يفيدنا والأكل الذي لا يفيدنا. اليوم يا أصدقاء عمو شعبندر سيحكي لكم قصة جميلة وفيها من العبر الجليلة، قصة بطلها ولد اسمه علي. والآن حان وقت الحكاية، حكاية جميلة للغاية. نستمع ونركز في البداية ونتعلم ونستفيد في النهاية. نقول بسم الله. كان هناك طفل لطيف اسمه علي، يحب اللعب والرياضة كثيرا، ولكنه سرعان ما يعاني من التعب الشديد إذا لعب كرة القدم مع أصدقائه أو بذل أي مجهود عضلي، كما يعاني أيضا من آلام في عظامه، وأحيانا يعاني من أوجاع في أسنانه. إلى أن جاء اليوم الذي اتصل فيه مدير المدرسة بأبو علي، يخبره أن ابنه علي يعاني من أوجاع شديدة في أسنانه وأنه يتوجب أخذه إلى المستشفى فورا. انطلق الأب بسرعة إلى المدرسة ليجد ابنه العزيز علي يبكي متألما من شدة الوجع، فأخذه على الفور إلى المستشفى. سأل الطبيب علي عن مكان الألم فأشار علي إلى أسنانه. رجع الطبيب ليسأله ماذا أكلت قبل أن يأتيك الوجع، فأخبره علي بأنه أكل قطعة شوكولاتة. تفحص الطبيب أسنان علي فوجدها في حالة يرثى لها، فجميع الأسنان تعاني من التسوس بسبب قلة عنصر الكالسيوم الذي يوجد في الحليب ومشتقاته. فنصح الطبيب علي بضرورة شرب الحليب قبل الذهاب إلى المدرسة، وأن يتناول الأكل الصحي الذي سيساعد الأسنان في القضاء على التسوس. فالأكل الصحي يعطي الجسم الطاقة لينمو بشكل سليم وبدون أي مشاكل. كما نصحه أن يتناول الخضروات والفواكه، فهي مفيدة جدا وضرورية لجسم الإنسان وخاصة الأطفال. شكر علي وأبوه الطبيب ووعده بأنه سيمتنع عن أكل الحلويات والشوكولاتة، وتعهد له بأنه سيستمر في شرب الحليب وأكل الطعام الصحي الذي سيغذي جسمه. وهكذا يا أطفال يا أحباب، تعلمنا من صديقنا علي أن الاهتمام بالغذاء الجيد مفيد للجسم، وشرب الحليب الذي يحتوي على الكالسيوم مفيد لبناء جسم سليم وأسنان قوية. فالعقل السليم في الجسم السليم. وأنتم يا صغاري، من الجيد أن نهتم بأكلنا لتكون صحتنا جيدة وأجسامنا سليمة، لكي لا نعاني من الأمراض وتكون مناعتنا جيدة. وبعد سماعكم الحكاية وإدراككم الحكمة والغاية، لا تذهبوا بعيدا، فما زال لدى عمو شعبندر الكثير. بعد قليل سنلتقي بصديقة الحلقة وندردش معها عن التغذية السليمة. انتظرونا بعد الفاصل. أحبائي الصغار، عدنا إليكم من جديد بعد أن استمعنا لقصة اليوم، وتعلمنا أن الأكل الصحي المتنوع العناصر مفيد لصحتنا وأجسامنا حتى ننمو ونكبر بشكل جيد ونكون أقوياء وأذكياء. دعونا اليوم ندردش عن التغذية السليمة مع صديقة في مثل أعماركم تتميز بالذكاء
والنشاط والحيوية. بنت جميلة جدا. رحبوا معي بصديقة الحلقة ريناد. أهلين وسهلين ومرحبتين ونعنعتين وكل شي من اثنين بريناد الزينة. كيف حالك؟ الحمد لله. وأخبارك؟ غير. قولي لي من اسمك الكامل؟ ريناد عمر مدبس. إيش دلعوني في البيت؟ رنودة. رنودة؟ هي. يا السلام، اسم دلع حلو. حتى أنا يدلعونا يقولون لي شعو أو شعشوع أو شعشع. إيش رأيك؟ حلو. أيوة. طيب كم عمرك؟ 7. 7 سنوات؟ أيوة. ممتاز. طيب في الروضة ولا في المدرسة؟ في المدرسة. في المدرسة في كم؟ ثانية. 7 سنوات وفي ثانية؟ أيوة. ما شاء الله، يعني دخلوش المدرسة بدري صح؟ أيوة. ممتاز. كل يوم تروحين المدرسة؟ بيوم بيوم. يوم بيوم؟ أيوة. يعني ما تحبين المدرسة؟ لا، هم سواها بالليل. البرنامج كده الجدول هو كده. هو كده قالوا. يا سلام. لا، لكنه يوم بعد يوم كل يوم ما تغيبين طول صح؟ ملكك. أيوة يا سلام، هذا لأنك تحبين المدرسة ولأنك شطورة وذكية تحبين تتعلمين في المدرسة صح؟ أيوة. ممتاز. حمدتو يحب يكون مصور لما يكبر. أنت إيش تحبين لما تكبرين؟ دكتور. دكتورة. إيش يسوي الدكتور؟ أعالج حد مريض أحمى فوق العاجة. ممتاز. أتمنى لك مستقبل زاهر ومميز يا رينان. طيب تحبين التلفزيون؟ أيه. تابعين برنامج عمو شعبندر؟ صدق؟ أيه. متى يجيبون؟ ما نعرف. جمعة. جمعة بسنة نتابع. أيوة. أنا شوية نتابع. طيب حمدتو يحب يتابع مسلسلات كثير في التلفزيون، انتي؟ انا اتابع اطفال مسلسلات. ايش هو؟ اطفال. الاطفال. ايوه. كما هو؟ توم جيري. ديش يا ربي نسيته. بس يقولون انه توم جيري حق مشاغبين، صدق؟ ايوه. مشاغبين. وانت مشاغبة؟ لا. انت ما انت مشاغبة؟ بس نشوفهم بس. بس تشوفينه بس. حلو. طيب معاش صديقات كثير؟ ما شاء هاي. ما حد؟ لا، نلعب نحن واختي بس. بس في المدرسة؟ مدرسة معي. معك؟ ايوه. ممتاز. شطورين كماش؟ ايوه. وذكيات كماش؟ حلو. طيب جميل. تحبين اكل البيت ولا الاكل الجاهز زي الشاورما والبرجر برا؟ ايوه نحب. تحبين ايه؟ نحب البرجر كله. ايوه كله. واكل البيت؟ البيت حلو برضو. ايوه. يعني تحبين حق اكل ماما ولا تحبين حق برا؟ حق ماما وحق برا. اوه، لكنه اكل البيت مفيد اكثر من اكل الشوارع صح؟ ايوه. بس الشوارع يسووا له سم. ابدا يحطوا له دواء. ايوه صح. طيب يا ريناد، تحبين اكل الفواكه ولا الشوكولاته والحلويات؟ لا، فواكه. فواكه أفضل. أيوه، الحلاوة كده بعدين تجيب الصوص. فعلاً، لأن الحلويات غير مفيدة للجسم وتسبب سوس الأسنان صح؟ وانت أسنانك كيروين إياها؟ يا السلام، أسنان جميلة. طيب إيش في الصباح وقبل ما تروحين للمدرسة تأكلين؟ نأكل حليب. نشرب حليب. تشربين حليب. طيب تفطرين ولا ما تفطرين؟ إلا تعطيني أمي ديش برافطة بعدين نأكل أنا. ممتاز. يا السلام. لام لام لومي لام لام. هذا لأنه الفطور مهم لأجسامنا ويعطينا طاقة ويخلينا مركزين في المدرسة صح؟ صح. طيب قلتيني إنه تحبين الحليب صح؟ أيوه. وإيش عاده؟ الزبادي. والقشطة. والجبن. جبنة. أيوة. أوه، عشان تكونين قوية صح؟ أيوة. إيش الأكلات اللي ممكن نأكلها بدل الحلويات والبفكات برا؟ فواكه. وإيش؟ والخضروات. الخضروات صح. نعم،
لأن الفواكه والخضروات مفيدة للجسم وتعطيك القوة. أيوه تعطيك قوة. يم 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 صح. طيب لما تطلب منك ماما ما تأكلين شوكولاتة؟ ما أكل شوكولاتة خلاص وأسمع كلامها. يعني تسمعين كلام ماما؟ أيوة. ممتاز، لأنه ماما تحبك وحريصة عليك. وبرضو عمو شعبندر ينصح الكل إنه يأكل أكل صحي عشان تكبرون وتكونون أحسن وأقوياء وذكيين، صح؟ يا سلام. برضو الأكل الصحي يخلي شعرنا حلو، حتى أنا شعرها الشنب حقي حلو لأننا أكلي صحي. أنت وادر وادي واجد لأنه أكلي صحي صح. أيوة. طيب سمعتي أكيد عن كورونا صح؟ كورونا أيوة. دي المرض ما يجي إلا للناس اللي عندهم مناعة ضعيفة، يعني ما يأكلون صح؟ عادي زي خلاص ما يأكلون شيء صحي، يأكلون شيء. أيوة. عيف. صح. ونحن كيف بنخلي مناعتنا قوية؟ نحن نأكل شيء صحي. أيوة صح، عشان نكون مناعتنا قوية. أيوة. ونحارب الأمراض صح. بإيش؟ أيوة. ها؟ بإيش؟ بإيش؟ بالحلاوة ما حد يأكلها. صحيح، نأكل الفواكه والخضروات صح. أيوة. ونشرب ماء كثير صح. يا شطورة أنت. طيب نجي الآن إلى فقرة تصرف صح أم تصرف غلط. مستعدة؟ أيوة. حمدتو يحب يأكل الحلويات في الليل، هذا تصرف إيش؟ خطأ. عمو شعبندر يحب يأكل فواكه وخضروات، هذا تصرف إيش؟ صح. صحيح. لما حمدتو ما يأكل فواكه ولا خضروات أبداً، هذا تصرف إيش؟ خطأ. لما عمو شعبندر يحب أكل البيت أكثر من أكل الشوارع، صح. هذا تصرف إيش؟ صح. صحيح. عمو شعبندر قبل ما يروح الشغل في الصباح يشرب حليب ويفطر، هذا تصرف إيش؟ صح. صحيح. حمدته ما يحب يشرب الحليب، هذا تصرف إيش؟ خطأ. لما يصحى حمدته الصبح يفطر ويشرب حليب قبل المدرسة، هذا تصرف إيش؟ صح. صحيح. جميل يا ريناد إنه الواحد يميز بين الصح والغلط، ونسوي الصح ونتجنب الغلط، لأنه صح. كما إنه تعلم ما نكذب على ماما. ما نكذب على ماما. أيوة صحيح. طيب كما يوم تعلمنا إنه العقل السليم في الجسم السليم صح. ايه عرفت. وكل ما كان أكلنا صحي ومتنوع فيه فيتامينات وفيه حاجات كثيرة صحية، كل ما كان أجسامنا صحية وقدراتنا العقلية متنبهة ومتنامية صح؟ صح. أيوة. طيب ونحن في آخر درجتنا معاش يا ريناد نحب نسمع صوتك، تعرفين تغني؟ أيوة. حتى عمو شعبندر يحب يغني، لكنه اليوم بغى بيسمع صوتك أول شيء. تمام يلا نغني. ايش بتغني لي؟ أيوة يلا يا ليلي. ها؟ يا ليلي. يلا يا ليلي يا ليلى وش مش مسيلك يما، وقالولي للا صغير وفي قلبي أمة، حب أطير أطير الفو حب القصول جناحي، ولي تقرالي محنو منك طالب اسماحي. أغنية حلوة حلوة كثير، وصوتك أحلى من العصافير. شكرا لحضورك، شكر كبير 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 كبير. أغنية جميلة وصوتك أحلى. ختمنا بها فقرتنا هذه مع صديقتنا أنت اللطيفة ريناد. وهكذا يا صغار قد انهينا الحوار مع صديقتنا الحبوبة ريناد، والآن نذهب إلى ركن المرح واللعب مع حمدته وريناد. انتظرونا بعد الفاصل. أهلا بكم يا صغا في فقرة حمدته الممتعة الفخمة الضخمة معي أنا حمدته. وبعد أن شاهدنا اللقاء الفخم مع صديقتنا ريناد هي وعمو شعبندر واللي تكلم
الأكل الصحي وأن نلتزم به. أكمل معكم فقرة اللعب ونلعب مع صديقتنا الجديدة رينان. تصفيق حار رينان. أهلا رينان. أهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. يا سلام، شعرك حلو. ما شعري صح؟ أيوة، أسنانك حلوة كما أسناني. أنت تحبين تشربين الحليب كمان؟ أيوة، حتى أنا أحب الحليب عشان أسناني كلها اللي طلعة حلوات وقويات. وأنت؟ أنا أيوة كمان. تأكلين أكل صحي؟ أيوة. كمان هو؟ الحليب. أيوة. والزبادي. أيوة. والجبن. جبنة. وعلى والقشطة. بس. أيوة. دي مشتقات كلها البقر. ها تحبين الأبقار شكلك. والخضروات والفواكه. أيوة. تحبينها. أيوة. حتى أنا سويت سلطة. طيب إيش رأيك نلعب مع بعض الآن؟ يلا. لعبتي فزتي علي، بعطيك لعبة حلوة. إيش رأيك؟ تمام. أيوة. يلا اتفقنا. تعالي لحنا حرك العجلة بقوة عشان نختار لعبة لنا. يا سلام لملومي لملام، لعبة كلمة وصورة. تعالي لعبة كلمة وصورة، لعبة حلوة لأنك أنت ذكية. تمام، بتحلينها بسرعة وبترتبين الصور على حسب الكلمات. عندي هنا هذه اللعبة. تمام. ايه. وين رقم واحد؟ ايش هي اللعبة؟ رقم واحد. رقم اثنين. ثلاثة. أربعة. ممتاز. طيب رقم واحد نبى أقول لك الكلمة وأنتي جيبي الصورة وجيبيها رقم واحد. طيب لم خرجي الصورة اللي تحت رقم واحد، خرجيها. وينها؟ ليه؟ الصورة حقوا الصورة. لا مش دي الصورة. أيوة هذه الصورة، خرجيها. أيوة وين صورة قلم؟ قلم. أيوة شليها وحطيها في رقم واحد.
دحين غيري الفم والعيون حق عمو شعبندر وخليه حزينة. ضبحان أيوة غضبان. صح 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 فزتي معاي في ثاني لعبة. ما دحين بغنيش. صح 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 انتي بنت ذكية انتي عبقرية. قولي لي يلا. صح 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 انتي بنت ذكية أيوة انتي بنت عبقرية. أيوة مرة ثانية مع بعض. صح 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 انتي بنت ذكية انتي بنت عبقرية. وحدين وبنت وبراية حلو وعادة تورينا تاج تاج يا السلام التاج انتي لبسيه صح حلو يا السلام لام لام نومي لام لام يا سلام لام لام نومي لام لام يا سلام لام لام نومي لام لام شكرا. وهكذا يا أصدقائي قد انهينا لعبتنا اليوم. ستكون ذكريات جميلة لحمدتو لصديقة حمدتو رينان ونقول لها شكرا وإلى اللقاء ونرجع لك يا جدي. شكرا لك حمدتو. أهلا بكم ثانية أحبائي الصغار. عمو شعبندر يرحب بكم في كل وقت لأنه سعيد برفقتكم في كل حلقة وسعادته تكبر لما يشوف رسائلكم وصوركم. والآن خلونا نشوف إيش وصل عمو شعبندر عبر واتساب البرنامج من مشاركات جميلة جدا. ونبدأها بمشاركة لطيفة من صديقة عسولة من منطقة المجد بالحامي واسمها زهية عبد الحليم حقص عمرها 1 سنة و4 أشهر. يا سلام ما أحلاكي يا زهية. ومعنا أيضا من المجد بالحامي مشاركة لصديق البرنامج مهران جلال حقص عمره 7 سنوات وأخوه مجاهد جلال حقص عمره 3 سنوات. صورة ثنائية مجبهة عمو شعبندر. بس يا مجاهد خلي الدفار على مهران. مهران يحبك وحمدته يحبك. ومع جو المشاركات لازال عمو شعبندر ياخذكم مع ما يصله من صور جميلة. وهذا الأسبوع صور متنوعة من كل مكان من مدينة المكلا تحديدا من 40 شقة. هذه مشاركة من صديقنا اللطيف أحمد سالم بالخشر عمره 9 سنوات. منور الشاشة يا بطل وقفة حلوة وكلك حركات يا حمادة. ونمشي على البحر يا أصدقائي ونروح لمنطقة بروم. من هناك تنتظرنا مشاركة من صديقنا الحبوب عوض وليد باسلوم عمره 1 سنة. العمر كله يا رب. صورة ولا أحلى أناقة ولطافة وضحكة طالعة من القلب. ما شاء الله عليك يا صديقي. ومن ساحل حضرموت نروح للوادي لمدينة سيون
ومنها وصلتنا مشاركة رقيقة من صديقتنا العسولة إلين عدنان المطحني، العمر 5 سنوات، ومع إلين عروستها بس ما قالت لنا إيش اسمها. براءة ولطافة وشياكة واهتمام بالصحة من لبسها للكمامة، عم شعبندر يحييش يا إلين. بعد ما شاهدنا مع بعض الصور الجميلة ومشاركات اليوم، أسعدت عمو شعبندر كثير لأنكم تشاركون لحظاتكم السعيدة مع عمو شعبندر من كل مكان. وهذه مشاركة من وادي عمد منطقة رباط باكوبان من الصديقين عبدالله نبيل باسهل، العمر 7 سنوات، وأخته الحبوبة راغد نبيل باسهل، عمرها 5 سنوات. صورة ملونة بالقلوب الجميلة اللي تشبه العصافير وقلوب الأطفال الحلوة، يا سلام لوم لملومي لملوم. وخلونا يا أصدقائي نروح إلى مدينة الشحر، ومعنا مشاركة من الصديقتين منى خالد عبدون، وعمرها 10 سنوات، وملاك خالد عبدون، عمرها 4 سنوات. اللون الأبيض فيه يعكس نقاء القلوب مع ابتسامة صافية من القلب، ما أروعك يا منى ويا ملاك. ونرجع للمكلة ونستقبل مشاركة من صديقنا سلمان أحمد بادبس، العمر 6 سنوات، ما شاء الله عليك فارس، بإذن الله تكبر وتكون لك شان في رياضة الفروسية يا بطل. وهذه مشاركة من فوة من المساكن من صديقنا ريان أبو بكر بكير، العمر 5 سنوات، وهو يقدم وردة رقيقة لعمو شعبندر، شكرا يا ريان. ومن هوايات ريان أنه يحب التمثيل، بإذن الله يكون لك مستقبل في عالم التمثيل يا ريان. ومشاركة أحلى من الشوكولاتة من صديقنا العسول سعود الفيصل، عمره 2 سنوات، من المكلة، والصورة وهو في أحد الحدائق، ما أروعك يا بطل، صورة لها ألف معنى، وعمو شعبندر يحييك على هذا النشاط. وبابتسامة عذبة يطل علينا صديقنا الصغير عوض علاء باشكيل من فوة القديمة، عمره 1 سنة، براءة ورقة باينة من ابتسامتك، الله يديمها عليك يا عوض. وهذه مشاركة للثنائي شموخ علاء باشكيل، العمر 7 سنوات، واختها سلامة علاء باشكيل، وعمرها 6 سنوات، ايضا من فوة القديمة، ما اجمل اللون الاخضر وانت جالسات فيه مثل الورد في البستان، يا سلم لم لم لوم لم لم. وهكذا يا احبائي الصغار ننهي جولة اليوم، نتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم، نلقاكم في الحلقة القادمة وقصة جديدة وصديق جديد ومشاركات جميلة وجديدة مع عمو شعبندر وحمدته، في أمان الله.